السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. النهاردة هنعمل صنف حلو ان شاء الله، بسبوسة هنفطر زي ما بيقولوا نحلي بيها بعد الفطار باذنك يا رب. ده 2.5 كوباية دقيق بسبوسة العادي اللي من غير جوز هند ومن غير اي حاجة، اللي هو اللي احنا بنجيبه من محلات الخام مش كيس جاهز. قالي معلقة بيكنج باودر، دي الكوباية اللي انا قست بيها، ماشي، 2.5 كوباية من دي، عليهم 1 كوباية لبن او 1 الا ربع كوباية لبن حسب هشوف العجينة معايا هتاخد قد ايه، يعني من 1 الا ربع كوباية لكوباية، ماشي. عليهم 4 معالق لبن بودر، لان ده انا هعمل النهاردة بسبوسة باللبن البودر المحمص، بيبقى جميل جدا اكنه مكرمل، بيبقى رائع رائع رائع، جربوه. دول 4 معالق او 5 معالق، هكتب لك المقادير في صندوق الوصف بالظبط. 1/2 كوباية نفس الكوباية 1/2 كوباية جوز هند، طبعا عارفين البسبوسه دي من غير ايه، من غير اي مكونات. 1/2 كوباية لـ1/4 كوباية سكر، ما نكترش لان احنا لسه هنحط شربات، ماشي. 1 كوباية كبيرة زبدة وسيحناها تكون دافيه، سمنه بلدي، زبده صفراء، اللي يعجبكم، بس هي دي مكوناتنا طبعا. وصينيه مقاس 26 من 24 او 26، وبشغل الفرن على درجه حراره 200. ودلوقتي هنروح نشوف هنحمص اللبن ده ازاي. حطيت اللبن في الطاسه، ايدك فيه بقى ما يتسابش خالص يا جماعه، ان اللبن حساس جدا، على نار عاليه او نار متوسطه لو انت بتخافي، تفضلي تقلبي رايح جاي، ايدك ما تتسابش فيه، مش هياخد معاكي اقل من 5 دقائق، يعني اقل من 5 دقائق تلاقيه خلص، ويكون كله بيتقلب كله من اوله لاخره. تاخدي بسي تاخدي كده خلاص، هفضل بقى ورا الموضوع ده لحد ما اوصل للون اللي انا عايزاه وهوريه لكم. ايه يا حبايبي، بصوا اللبن ايدك فيه بسرعه، مجرد ما يبتدي ياخد لون ارفعيه من على النار وابتدي قلبي بسرعه بسرعه بسرعه، لازم ترفعي من على النار لانها فجاه تلاقيه اسود منك، ماشي. اللون ده الذهبي الغامق، سنه صغيره مش فاتح، هيديكي زي اكنه زي الكراميل. هنبتدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم. حط 1/2 معلقة بيكنج باودر، ننزل بجوز الهند، هننزل بالسكر، موضوع سهل وبسيط مفهوش اي افتكاسات. هقلب كويس قوي، هنزل باللبن البودر. هتقولي طب ما انتي حاطه لبن بودر ليه بتحطي تاني لبن سايب؟ نعجن بلبن بتبقى حلوه كلها باللبن، دي بقى تحسي انها كده غنيه فيها كراميل، تبقى جميله جدا. كنت برضو عايزه اعمل السكر بطريقه تانية، بس ان شاء الله مره تانية هنعملها مره تانية. خلاص حبايبي، هننزل بالسمنه او الزبده او اللي انت عايزاه يا قلبي، مجرد ما نبتدي ننزل بالمواد السائله، ما نحاولش نعجن كتير، ما نحاولش نعجن كتير، الاول نخليها تتغلي في الاول بالسمنه. بعد كده تبتدي ننزل لبن، اللبن يكون دافي يا جماعه، اللبن يكون دافي. بسم الله الرحمن الرحيم، انا هاخد الكوبايه كلها، بصوا نبتدي بقى نقلب تقليب، احنا لا بنبس ولا بنعجل، هنقلب فقط. لا بصوا اهي، بس شايفه، بصي ناخد من تحت كده عشان بيبقى فيه، بصي شايفه فيه دقيق تحت ازاي، بصي ناخد من تحت، دي اسمها بسبوسة الحليب المحمص او المحموس، هو اسمه كده في البلاد العربية. طبعا مش هنحط سمنة ولا اي حاجة، ممكن تحطي ورق زبدة لو انت عايزة في الصينية، لكن انا مش هحط اي حاجة خالص. هنزل بسم الله الرحمن الرحيم، انا عاملاها في صينية اصغر شوية، كانت المفروض تاخد صينية اكبر شوية، لاني انا بحبها مرتفعة، يعني فاهميني فاهميني، انا بحبها مرتفعه. انا بحب بسبوسه اللي بعملها تكون عاليه ومرتفعه. دي مقاس 26، حلو قوي. ولو 24 لا 24 لا هتبقى 28
كده، هتدخل فرن حامي 200 رف وسط لحد ما تستوي. الشربات هنعمله ازاي؟ الشربات حبايب قلبي، عشان انا عندي شربات طبعا كل سنه طيبينها في رمضان. الشربات كوبايتين ونص ميه، قصدي كوبايتين ونص سكر، عليهم كوبايه وربع ميه وذره ملح، ليمون او نص ليمونه يغلوا، ده يبقى سخن والتانيه تبقى سخنه. بصوا اعملوا كده بقى والاتنين يتسقوا، هي دي نجاح البسبوسه، ان الاتنين لازم يتسقوا مع بعض وهما الاتنين سخنين. بس انا دلوقتي عشان انا عندي شربات، بس انا برضه هكتب لكم المقادير ان شاء الله في صندوق الوصف. خلاص احنا كده سويناها، نبتدي ندخلها الفرن. بتقعد حوالي كده، خلي بالنا عشان هي لونها ذهبي فمش هيبان لونها الاصلي، فهمتني؟ وهي بتستوي فنخلي بالنا من النقطه دي، نتابعها. بصوا يا حبايبي شايفين طلعت بقت لونها ايه؟ هي غامقه على فكره، مش فاتحه، مش عارفه ليه الكاميرا مفتحاها. بصوا خلي بالنا ان احنا ريحتها بتبتدي تطلع، وده الشربات، الشربات سخن وهي سخنه ملهلبه. انا لسه مخرجاها من الفرن حالا. بسم الله الرحمن الرحيم. البسبوسه الوحيده يا جماعه اللي تاخد شربات خفيف شويه والاتنين سخنين، الاتنين سخنين عشان تبقى معاكي طريه وحلوه. تسقي كله كله في الجوانب كله كده كده، ونسيبها تتشرب، وبعد كده لما تبرد ندخلها التلاجة وتطلع بقى نقدمها يا حبايبي. اوريها لكم في التقديم. عايز تحطي عليها بندق حطي على فكرة، عشان خاطر محدش يقول ان انا عاملاها سادة، انا عاملاها سادة عشان الناس كلها تعرف تعملها. عايز تحطي بندق حطي يا حبيبتي، عايز تحطي لوز حطي. ايه دي يا قلبي، شوفها بقى ان شاء الله ما تبرد في التقديم. ادي البسبوسه بتاعتنا حبايبي. بصوا زي ما قلت لكم انا عاملاها مليانه وتخينه، انا مش بنحبها رفيعه، طعمها رائع حلوه جدا. بصوا طريه ازاي، شايفين؟ بصوا في منتهى الجمال، دوها وحلوه قوي قوي، اللبن المحمص مخليها طعمها مكرمل وفي منتهى الجمال. جربوها وان شاء الله تعجبكم باذنك يا رب، وكل سنه وانتم طيبين. تنسوا تعملوا لي لايك وتشتركوا في قناتي، بحبكم قوي قوي. انا حنان رمضان.